هواية الرسم كانت عندي من الصغر. في 2018 يلا بديت كنطور منها وخدمت دي طابلو وشاركت في معارض في ايت ملول في تيزنيت وشاركت حتى في النسخه الاولى ديال تا الويكاند. كانت موهبه من الصغر يعني كنت كنرسم زعما الحاجه اللي جاتني في بالي كنرسمها. كانت الموهبه ديالي باينه يعني اي نشاط كان في المدرسه كنت كنشارك فيه. من بعد عاد باش دازوا زعما شحال ديال الاعوام في 2018 2017 هكاك عاد باش بديت كندير دي فورماسيون. دوز عند الفنان عبد الرحيم اباط. كانت اول فورماسيون معاه في لي بورتري وخدمت دي بورتري هذا سور كوموند مع الناس. صراحه ما كانتش عندي معاناه ولكن هذا مالين الدار اللي ما كانوش باغيين يعني كانوا كيقولوا لك خاص نقرا خاص نكمل القرايه ديالي وخاص نركز على القرايه ديالي. الاغلبيه ديال لواحد ديالي كنهضر على كان بازي على لا فام يعني المراه. كنحاول ما امكن نعطي كاع الصور اللي كاينين. خدمت اخر مره خدمت على دوك المقاومات اللي كانوا في عهد الاستعمار. كانت هذيك جاتني هذيك الفكره لانه ديما كنسلطوا الضوء على الرجل اللي كان هو كيحارب المستعمرين حتى المراه كان عندها واحد الدور. هذيك هي الفكره الاخيره اللي خدمت عليها. صراحه ما عندهمش قيمه الا جيت بالنسبه لي نقول لك راه هاد القيمه اللي عندهم راه غنحدهم كاينه واحد القيمه غير محدوده كنحسبهم بحال وليداتي يعني شي حاجه اللي كنخرج فيها كاع داكشي اللي كنحس بيه بحال كنفوج بيه على راسي. العلاقه اللي كتربطني بالفن راه شي حاجه نقدروا نقولوا من عند الله يعني ماشي شي حاجه كنحس بها. كنشجع اي واحد اللي باغي يبدا في الفن ولا ديجا عنده الموهبه وباغي يستقلها كنشجعو انه ما يتصنتش لدوك الافكار السلبيه اللي كيقول لا راه ما نقدرش لا ما غاديش نوصل لواحد المستوى اللي هو عالي. بالعكس كل مره خاصو يتعلم وهذا ويطور من المستوى ديالو. وصراحه الفرص في اكادير قليله شي شويه يعني كاينين بلايص ولكن ماشي متاحين لكل شيء يعني ما كيشجعوش الشباب بصراحه. يعني فاش كنشوفو تا الويكاند كنقولو خاص يكون بزاف ديال تا الويكاند ماشي غير مره في العام خاصهم يكونوا بزاف ديال المرات على حسب المناسبات اللي غيكونوا. اي مناسبه كانت خاص يكون فيها معارض اللي تشجع الشباب ديال اكادير باش يتحركوا شي شويه وباش حتى كل مره يبارطاجيو الجديد ديالهم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.